دي يا جماعة الفرخة الله يرحمها. بقاء لله. فرخة الله يرحمها. والله ودي النهاية بتاعت الفرخة لما محمد كلها. محمد ما سابش حتة من الفرخة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد من قناة محمد ومنى. وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا احنا ما قلناش التحدي ايه. التحدي النهاردة هيكون 2 كيلو بتنجان اسود محشي وفرخة بوزن 3 كيلو. دي فرخة يا جماعة كبيرة، مع 2 كيلو بتنجان محشي. النهاردة التحدي هيكون على الكمية والسرعة الاتنين. طبعا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش يا جماعة انتوا اغلى حاجة في حياتنا. وطبعا يا جماعة ادعمونا وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والتعليقات، وتقولوا لنا مين اللي فاز ومين اللي كل اكتر، عشان احنا طبعا جعانين جدا جدا جدا. تمام، يلا بينا نبدأ يا معلق. يلا قطعي بقى الفرخة. بس احنا النبي عربي بقى، الواحد هيتعب بايده. وها هي الفرخة بعد ما اتقطعت. دي الفرخة بعد ما اتقطعت، كل واحد فينا نص، مع مفروض كل واحد كيلو بتنجان. بس ايه، نقول يا رب، نقول بسم الله ونبتدي. ونبتدي التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. المحشي ده تقيل يا جماعة، نعملها بالسمنة البلدي والقشطة وكل حاجة. التحدي صعب بس احنا قدها. دي انا شبابها في البيت يا جماعة، تحفة خطيرة. التتبيلة بتاعتها نبتدي بقى. حبيبتي خارج التحدي. الباذنجان ده رحت اجيبه ما لقيتوش خالص. تمام، لقيته عند واحد بعد ما دخت عليه. ماشي، اليوم اللي انا رحت فيه دخت عليه لحد ما جبته. تاني يوم وانا معديه لقيت السوق، السوق كله مليان باذنجان من ده. شفتوا بقى، عشان تعرفوا ان احنا بركه. انا ما كانت عايزاه ما كانش فيه خالص. تاني يوم بنروح السوق بالصدفة نلاقي السوق كله بتنجان. احنا اسفين طبعا على الغواصة دي، بس ما ينفعش البتنجان يتاكل الا كده. انا كنت جايبة والله شكرا يا جماعة، بس لقيت الموضوع واحد خلاص. مش قادرة.
تمام. انا اللي هكسبك على فكرة. ليه بقى؟ كده انا خلصت البتنجان بتاعي. جميل والله المحشي. مش طرفة حلوة مبقلطة. موضوع صعب صعب. كمية كبيرة خالص. هنجيب حب. الموضوع صعب 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 صعب. مش عارف ليه الحتة بتاعتي طلعت كلها طرية كده. شكلك هتفوز عليا ولا ايه؟ ما بتحبيش البتنجان؟ انا قادر قادر. الو انت يا خبر. انا اكلت يعني كميه رهيبه. حاسه ان انا مش قادره اقوم. انا حاسه انا مش قادره اقوم. اعمل ايه؟ مش قادر اتاكل. مش قادر خلاص. دوق كده. مين اللي فاز؟ انا كده فزت عنه. اكلت كل المحشي بتاعي ما عدا هو ما جالش واحدة ونص. ودي يا جماعة الفرخة الله يرحمها. بقاء لله. فرخة الله يرحمها. والله ودي النهاية بتاعت الفرخة لما محمد كلها. محمد ما سابش حتة من الفرخة. مش قلتلكوا مفيش فيهاش أكل في الآخر. وبكده طبعا للأسف 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 هي اللي فازت. أنا مش عارف اليومين دول مش في حالتي الطبيعية. صح؟ اه بعد الواحد مش اه مش يعني لا انا بناكل اكتر من كده بصراحة. بس يلا او زيكا الواحد مرتين كده مفرحها. ما تنسوش يا جماعة عشان خاطر الدبدوب الحلو ده اللي طالع معانا اهو. دبدوبي تمام. تعملنا لايك وشير. العقاب يا جماعة يبقى في بداية الفيديو الجاي. تمام. استنوه هنعمل فيه بهدلة بهدلة بهدلة. تمام. ما تنسوش تدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسبسكرايب وكومنتات كتير 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 كتير. تمام. اشوفك الفيديو الجاي مع تحدي جديد وفيديو جديد من قناة محمد ومنى. باي باي, باي.